لا بالعكس علي، انا راني قائم ما ثماش اقيم ادائك كوزير داخليه، كوزير سابق للداخليه وكرئيس حكومه. هذا ما يعنيني فقط. السؤال الاخير فما حاجات فما ايجابيات عملت، مش مهمتنا انا باش نقولوا فما ايجابيات. السؤال الاخير له لا مش مهم. ما قيل بكري في اجوبتك سي علي، انت قلت ما وقعش معناها تطويع وزاره الداخليه بمشروع ربما نهضوي او مشروع فكري ايديولوجي معين. انا نقول لك مش صحيح سي علي، رجعنا لها. ايوه انا باش نعطيك ديما في نفس الموضوع. لا انا يوم الجزائري جاي في محاوله لتلبيس. يلا وصل سي علي، انا سمعتك باش نعلق على الاجوبه نتاعك. خذ راحتك. كان ثم ما نقولش مخطط، لكن كان ثم توجه لتطويع وزاره الداخليه و ربما توجيهها في منحى معين. وين منحى؟ مش نعطيك مثال. الأمن الموازي واختراق المؤسسة الأمنية وإدخال عناصر خارجية. نحب نذكرك هنا اللي ثم مناظرة تعملت في الحرس، سلك الحرس الوطني مطلع 2013. المناظرة هذه الأسئلة اللي كانت أسئلة الاختبارات لانتداب عوان حرس، مش نذكرك شويه بالاسئله اللي كانت تتعطى. على سبيل المثال، ما هي اقصر سوره في القران؟ ما هي اطول سوره؟ من هي اول امراه قطعت يدها في الاسلام؟ وكان ثم بعد ذلك كان ثم هذا ثابت سالي. هذا انا رجعت للمحضر في بالي باهي. ما تعتقدش انه كانت ثم محاولات ربما لاخضاع وزاره الداخليه لحركه النهضه؟ تفضل سي علي. شوف، وقت اللي جينا لوزارة الداخلية هي كمؤسسة أمنية سليمة، لكن فيها كثير من التسيس في علاقة بالنظام القديم، وفيها كثير من محاولات الاختراق من كيانات ومن شخصيات موجودة في الساحة السياسية، حتى من حركة النهضة. فهمت؟ اي خليني نوصل. لا ما ثماش من حركه النهضه. لا سيبو الاحزاب السياسيه والكيانات الا حركه النهضه. لا ثم ثم سي علي. لا مش من كل الاحزاب. انا اختار كلامي. اي خليني نكمل. ثم قيادات من حركه النهضه خليني نكمل. كانوا يتردوا على وزاره الداخليه سي علي، وهذه حقيقه. انا جوني كل النواب، كل النواب التاسيس يجوني، كل المعاملات العامه. مثلا بالتالي اذا كان جاء حد من قياده النهضه صادق شهور ما جاء حتى مره، ما قبلته حتى مره. حبيب اللوز كان ما جاء حتى مره. لا 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 ما جاء حتى مره. انا نقول لك سامحني، واعطاه دروس. لا لا ما جاء. سامحني في مدرسه الاطارات النشيطه في طلامبوس وبعض المدارس التكوينيه. كلها اشاعات، كلها اشاعات تقول فيها الزعيري، كلها اشاعات. اما خليني نجاوب عاد. خليني نجاوب عاد. شفت كيفاش؟ خليني نجاوب. انت تجمع في الاشاعات. وتم ادخال، لا لا مش خليني نجاوب. وتم ادخال جمع في الاشاعات التثقيف الديني وتصب فيها. اولا التثقيف الديني مش عيب. ما قلناش عيب. ما جوش. ما قلناش عيب. احنا ماناش ما هذا جزء من التربية. هل هذا تطويع لوزارة الداخلية؟ يا سي ناجي انا نسألك لكن ما صبرتش على الجواب. انت سألتني لكن ما صبرتش على الجواب. ثم محاولات لاختراق وزارة الداخلية. المحاولات هذه تعرفوها. انت قلتها قبل وما خليه يجاوب يا سي ناجي، مش نقدمه خليه يجاوب يعيش. ثم نقبات، بعض النقبات المتمردة على خصوصيات المؤسسة الأمنية اللي ولت في شكل أحزاب سياسية، وثم بعض الشخصيات اللي موجودة وعدد منها معروف، وثم بعض الأطراف السياسية اللي حاولت باش تولي بعض العناصر النقابية صوت لأحزابها داخل المؤسسة مثلاً الأمنية مثلاً. هذوم الكل مثلاً مثال في مثال. سمينا الأشياء باسمها. لا 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 أنا نتكلم. لا خليني أنا خليني التوانسة يعرفوا. لا لا معليش، أما خليني أنا نتكلم. هذه فرصة، أنت معاش وزير داخلية. أنت تسأل سعلي. لكن الجواب عندي أنا. تفضل إذا كان تحب الجواب يكون على كيفك. خليه يجاوب. باش يوفى الوقت يا سي زعيري. عيش خويا، كيف نبدو نكلموا في الجمهور ونقولوا للناس في الحقائق؟ لانه انا اللي وقفت ضد محاولات اختراق الداخليه، وانا اللي وقفت الناس هذه عند حدودها، وانا اللي قلت السياسه البرة، واعطيت قرار مفهوم الامن الجمهوري هو انك هنا لحراسه الوطن والمواطن ومحايد تجاه الصراع السياسي والنقابي والثقافي، وتخدم تحب تخدم السياسه اخرج من الداخليه واللي مدني وتفضل، والا وقت اللي تتقاعد تفضل اعمل اي اعمل حزب اعمل لساتك. انا اللي وقفت ضد هذا، وقفوا معايا ناس، وبالتالي بعض الذين
الآن ما زالوا يمثلوا خطورة على المؤسسة الأمنية من بعض النقابيين اللي قاعد يقع لهم دعم من شخصيات ومن أطراف سياسية، هذوكم اللي قاعدين يتكلموا لأنه عمال يتم التضييق عليهم. وبالنسبة للي قلته أنت، صارت غلطة كيف ما هيك وقع إعادتها، وتقريبا هذه معناها بعد ما خرجت أنا من وزارة الداخلية خلينا في 2013. أنا حبيت نقول لك اللي حتى اليوم في وزارة الداخلية لليوم المؤسسة الأمنية بشكل عام هي سليمة، وفيها وناسها أشراف ويخدموا ويلازموا التحفظ والصمت كما يقتضي العمل الأمني، ويناقشوا في الأطر. ثم بعض الساسة وبعض الشخصيات وبعض المجموعات النقابية الصغيرة، والغالب النقابات ممتازة ووطنية وتخدم على روحها، هذم اللي يحبوا يولوا الداخلية يولي حزب سياسي، وإن شاء الله ما يوصلوش، وإن شاء الله تتواصل الجهود. هذا اللي ما خطر على المؤسسة الأمنية بخلاف الإرادة. سمحنا رو الوقت يمر. سيمازي بنغربي.